السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم خاص بدرس الإملاء، همزة الوصل والقطع، الجزء الثاني، الصفحة 71 من مرجع واحد الكلمات العربية للسنة الرابعة من التعليم الابتدائي. السؤال الأول: أرسم خطاطة تميز بين همزتي الوصل والقطع مع التمثيل لكل منهما. إذن الهمزة تنقسم إلى نوعان، همزة الوصل وهمزة القطع. إذن فهمزة الوصل تكتب على هذا الشكل، ودائما تكتب أو تأتي في وسط الكلام، إذن فهي تكتب ولا تنطق، بينما همزة القطع فهي تكتب وتنطق وتأتي في أول الكلام وفي وسط الكلام، إذن وتكتب على هذا الشكل أ أو إي، أو في بداية يعني الكلام بالنسبة لي الجمل، إذن فهي تكتب على هذا الشكل، وكذلك في الأمر. إذن الأفعال التي تكتب، الأفعال المهموزة في الأمر، فهي تكتب على هذا الشكل. إذن نمر الآن إلى أطبق وأثبت. السؤال الأول: استخرج مع زميلي أو زميلتي من النص الشعري 10 الكتب الكلمات المبدوءة بهمزتي الوصل والقطع مصنفة في جدول. يعني سنصنف الكلمات المهموزة في أو من النص الشعري 10 الكتب، سنصنفها إلى يعني همزة وصل أو همزة قطع. إذن لاحظوا معي، إذن نبدأ بالبيت الشعري الأول: خير ما في الدنا اصطحاب الكتاب. إذن همزة الوصل لدينا الدنا، اصطحاب الكتاب، إذن ثلاث كلمات: الدنا، اصطحاب الكتاب، والتملي، إذا كذلك كلمة التملي، والتملي بما به من صواب. فتصفى منابع الفكر، إذا الفكر كذلك همزة وصل، الفكر، وتغذى عقولنا باللباب، كذلك كلمة اللباب فهي بهمزة وصل. وينير العرفان سبل اهتداء، إذا كلمة العرفان سبل اهتداء، إذا اهتداء، وكذلك الألباب، إذا العرفان اهتداء، ثم الألباب. وأرى، إذا أرى بهمزة قطع، إذا أرى. الكون كله صحفا، صحفا تحمل قراءها على الإعجاب، إذا الكون الإعجاب بهمزة الوصل، الكون، الكون الإعجاب، إذا الإعجاب. إذن وتنيل الإرشاد، إذن كلمة الإرشاد امتنان الأذهان بالآداب، إذن كذلك كتبت الكلمات بهمزة الوصل، إذن الإرشاد امتنان الأذهان بالآداب، إذن الأذهان الآداب. إذن فإذا، إذن ما استفسرته، إذن استفسرته، إذن همزة الوصل، إذن الهدى، استفسرته الهدى، إذن استفسرته الهدى. إذن نمر الآن إلى البيت الموالي: التزمه تفز بما تبتغيه، إذ ترى ما غنمته بطلابي، إذن التزمه، إذن التزمه، التزمه، كذلك همزة وصل. إذن البيت الموالي: إن عند الكتاب، إذن الكتاب همزة وصل، الكتاب. لاحظوا معي أصدق، إذن همزة قطع، إذن أصدق، أصدق. قيل لا تغطى أسراره، إذن همزة وصل، قطع عفوا، أسراره همزة قطع، وبالضباب همزة وصل، إذن بالضباب.
وإذا ما أعرضت إذا همزة قطع عنه انصرافا همزة وصل إذا سطر فيما ترى كل أو في سطر وفيما ترى كل سراب إذا أعرضت همزة قطع أعرضت وأخيرا انصرافا إذا همزة وصل. إذا هذه هي الكلمات إذا التي تبتدئ بهمزة. إذا الكلمات المبدوءة بهمزة وصل في الخانة الأولى والكلمات المبدوءة بهمزة القطع في الخانة الثانية. إذا لنرجع إلى الأسئلة. إذا السؤال الثاني، أنقل الخطاط إلى دفتري ثم أكمل عائلة كلمة خرج بالهمزة المناسبة لكل كلمة. إذا سنبدأ بالكلمة الأولى، إذا خرج، إذا سنقول أخرج، أخرج، استخرج، أخرج، أنا أخرج، إخراج، استخراج، أستخرج. إذا السؤال الثالث، إذا نفس الشيء، سنعطي ثلاث كلمات من كل نوع على غرار افتح، ادخل، استعمل، امتحان. إذا افتح مثلا، افتح مثلا، ابتهج، انتفع، استعد. إذا ابتهج، انتفع، استعد. ادخل مثلا، ارسم، اكتب، انظر، انظر، استعمل، استخرج، إذا استفتح، استقبل، امتحان، إذا انتصار، التزام، استعمال. إذا لاحظوا معي، إذا فقمنا بإعطاء ثلاث أمثلة على غرار الكلمة المقترحة: افتح، ابتهج، انتفع، استعد. ادخل، ارسم، اكتب، انظر، استعمل، استخرج، استفتح، استقبل، امتحان، انتصار، التزام، استعمال. وبهكذا ننهي هذا الفيديو. موعدنا أصدقائي يتجدد دائما على نفس القناة مع باقي دروس الوحدة الثانية، والموعد إن شاء الله المقبل سيخص التطبيقات الكتابية ثم تقويم الوحدة الثانية. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.